الحدائق حدائق القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم. أي خلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، وخلق الأرض وما فيها من الجبال والسهول والأوعار والفيافي والقفار والزروع والأشجار والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك، وأنزل لكم من السماء ماء أي جعله رزقا للعباد، فأنبت به بساتين ذات منظر حسن وشكل بهي، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أنزل العلي العظيم من السماء ماء على الأرض فدخل في تخومها وسكن فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض مختلف الحبوب والعنب والفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، والزيتون وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به، ونخلا يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا
ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبة، أي بساتين. العمق الروحاني للحدائق في العالم الإسلامي. اكتسبت الحديقة في العالم الإسلامي عمقها الروحاني أولاً بسبب ظروف المعيشة الشديدة في المناطق الجافة في الشرق الإسلامي، مما جعل للواحات والحدائق المروية مكانة خاصة في الإسلام. وثانياً تشبه الحدائق بصورة ما عن فردوس السماء، وبذلك جمعت بين الدين والروح والثقافة. وساعد المخزون البشري للصور عن الفردوس الخيال الإنساني بسهولة على استقرار البناء الإيماني للمسلمين، الذي يقطن فيه اليوم حوالي 1.2 مليار إنسان. يقين كل واحد منهم أن الوفرة والنعيم هما العاقبة الحسنى في الآخرة لمن ثابر على التقوى والصلاح في الحياة الدنيا. وعطفا على هذه البشارة، وصفت الحدائق الدنيوية الرائعة بالجنان الأرضية، كناية عن الجنة السماوية وبشائر الحياة الممتعة بعد الموت. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. تصوير بديع للجنة والنعمة التي بشر بها المؤمنون. وفي سورة الإنسان مثلا لا تكتفي بذكر ينابيع تتفجر من الأرض، بل تعد أيضا بكروم وأعناب وأشجار. وصف الحدائق: الحديقة هي تصوير أرضي للجنة السماوية، مزروعة بصورة طبيعية أو من صنع البشر بمختلف أنواع النباتات، من الأزهار إلى الشجيرات والأشجار الباسقة. يقول تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. الماء هو العنصر المهيمن على كافة مناحي الحياة. يستحيل وجود غطاء نباتي كثيف أو تنوع في عالم الحيوان والنشاط الإنساني أو الزراعة أو التطور المدني دون توافر مياه كافية. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشجرة بكل أنواعها عماد الحدائق والغابات، لما توفره من ثمار وظلال وقدرة على تنقية الجو وضخ الأكسجين فيه. ورد ذكرها في القرآن الكريم 26 مرة، بينما ذكرت الجنة بمعناها الدنيوي أي البستان 25 مرة. النباتات العشبية الحولية والمعمرة زينة الحدائق بألوان أزهارها المتعددة وأهميتها في عمليات التنسيق. وتزرع أحواض الزهور في خليط لا يتعدى أكثر من 3 أنواع من الأزهار، مع مراعاة ترتيب الألوان وتوزيعها.
بحيث تعطي تكوينا متوازنا خلال فصل النمو والإزهار. الحدائق والهدي النبوي. ورد في السيرة النبوية أن الرسول الكريم كان يحب أن يجلس في بستان الروحاء في المدينة المنورة، وذلك بعد العصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رائح أو رابح. شك أبو عبد الرحمن: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الحدائق عند الأقدمين. كانت حدائق العصور القديمة تمثل مختلف الحضارات العريقة، ووجدت لخدمة الأغراض الدينية، حيث كانت جزءاً لا ينفصل عن المقابر، كالحدائق الفرعونية التي يغلب عليها الماء، وهو يمثل عند المصريين القدامى نهر الحياة. أما الحدائق الآشورية فهي محاكاة لحدائق القدامى المصريين، حيث نقل الملك آشور معه إلى بلاده طراز حدائق مصر الفرعونية عندما غزاها في القرن السابع قبل الميلاد. جنائن بابل المعلقة. جنائن أو حدائق بابل المعلقة تعد إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. بنيت هذه الحدائق تقريبا سنة 600 قبل الميلاد في بابل، وكانت محاطة بخندق مائي. بناها نبوخذنصر الثاني للملكة أميهيا، والتي كانت من الطبقة الوسطى في البلاد، وجاءت من المناطق الجبلية إلى أرض بابل المنبسطة، فظلت تشتاق إلى رؤية الجبال والحدائق في وطنها ميديا. وكان للحدائق المعلقة ثماني بوابات، أفخمها بوابة عشتار، زرعت فيها جميع أنواع الأشجار والخضروات والفواكه والزهور، وتظل مثمرة طوال العام، وذلك بسبب تواجد الأشجار الصيفية والشتوية. ووزعت فيها التماثيل بأحجامها المختلفة في جميع أنواع الحدائق. وقد استخدم الملك لبناء هذه الحدائق الأسرى اليهود الذين جلبهم من بلاد الشام في ذلك الوقت، وجعلهم يعملون ليل نهار لإنجاز هذا الصرح العظيم. والحدائق عبارة عن 4 أفتنة على شكل شرفات معلقة على أعمدة،
ارتفاعها 75 قدماً، والحدائق الإغريقية يطلق عليها حدائق الفلاسفة، وذلك لازدهارها في عهد الفلاسفة الإغريق القدامى الذين أكسبوا هذه الحدائق طابعاً جديداً. فكانت الحديقة الإغريقية مصدراً لخدمة أحاسيس الإنسان وفكره، بدلاً من اقتصارها على إنتاج الغذاء أو الترفيه أو الغرض الديني منها. كان الغرض من إنشاء الحديقة الصينية هو التأمل للفلاسفة ليصبحوا في عزلة عن الناس، إذ جاء تصميمها يساعد على هذا التأمل وطول التمتع بالمنظر الذي يقع عليه البصر. والحدائق اليابانية في العصور الوسطى تجمع بين الأشكال الطبيعية والأشكال الهندسية، وتتميز بوجود 3 أشكال من الحدائق فيها. الحديقة المنبسطة تستخدم في المساحات الصغيرة للمنازل، والحديقة الجافة، والحدائق الصخرية والمائية، الحدائق الإسلامية. يطلق على الحدائق الإسلامية الحدائق العربية الإسبانية، فإسبانيا تعد همزة الوصل بين أوروبا والشرق الأوسط، وذلك خلال العصور التاريخية القديمة، لذا فهي جمعت ما بين الحضارة الحدائقية الأوروبية والحضارة الإسلامية الشرق أوسطية. وكان للحدائق الإسبانية طابع مميز يعكس فلسفة الفن العربي كحدائق الهامبرا، حيث صحب المسلمون معهم إلى إسبانيا حب الطبيعة التي تمثل حياة البادية لديهم، بما فيها حب المناظر الطبيعية. حدائق الإسلام وأنماط الواقع الدنيوي. عمد المسلمون إلى تجسيد الآثار الرائعة فنياً وحضارياً في الواقع الأرضي، فجاءت الحدائق الإسلامية كصورة لتأويلهم الخاص للجنة القرآنية وتجسيماتها الأرضية، بحيث أينما ينظر المرء سيجد الماء والخضرة الكثيفة التي توفر الظل والبرودة المنعشة، ويفضل أن تكون في الحديقة أشجار مثمرة بالإضافة إلى العشب، وتلك هي الملامح التي لا غنى عنها في هذه الجنة الأرضية. مجاري المياه عمود فقري مشترك للحدائق الإسلامية. تتوافق الحدائق الإسلامية كافة في معايير العمارة بدرجة أقل أو أكثر، فعمودها الفقري ومحور بنائها الرئيسي هو مجاري الماء، سواء أكان ذلك على شكل حمامات بالغة الزينة أم قنوات أم برك تحيطها أحواض ورود ومتنزهات تشرح الصدر، وعلى الجانبين مساحات خضراء، العشب، أحواض الزهور، أشجار أو شجيرات في أشكال هندسية متعاكسة كأنما هي في مرآة. أكثر النماذج انتشاراً هو نمط جهار باغ، الحدائق الأربع، فهذا النموذج الرئيسي القابل للتقليد والتعديل حسب المساحة والموقع الطبوغرافي نجده في مجمل مناطق انتشار ثقافة الحدائق الإسلامية. الحدائق في العصر الحديث.
مع التطور المدني السريع في بلدان الشرق الإسلامي، صارت أغلب هذه المرافق تقع في قلب المدينة الأخضر، وبهذا غدت هذه الحدائق مناطق استجمام عامة يقبل عليها سكان المدن المزدحمة في الوقت الحاضر. وإذا كان للحدائق الإسلامية تقليد يمتد لقرون عديدة، وإذا كانت تجسد تعايشاً بين الروح والفن والثقافة، فإنها اكتسبت في عالم اليوم العقلاني ميزة إضافية ووظيفة تكاد تكون غير مألوفة، وهي تحولها إلى رئة خضراء في الحواضر ذات الكثافة السكانية العالية. قلبت الحداثة والتصنيع عوادم السيارات الكثير من المدن إلى حاضنات حرارية خانقة بالدخان تفتقر للهواء النقي، وهذا يسري خاصة على فضاء الشرق الإسلامي الجاف والحار أصلا. يقول العلم حدائق ذات بهجة. يقرن القرآن الكريم البهجة بالحدائق، وتوضح الدراسات العلمية أن كيلو مترا مربعا واحدا من الحدائق يطلق في اليوم الواحد حوالي 10 أطنان من الأكسجين، مما يجعل من الحدائق والغابات رئة الأرض الحقيقية وأحد أهم المصادر الطبيعية المتجددة التي تقوم بدورها الحيوي على أكمل وجه، وذلك في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى من الجو وإطلاق الأكسجين النقي وفلترة الهواء وترسيب الغبار والأجزاء المعلقة الضارة، وبالإضافة إلى ميزة انخفاض درجات الحرارة في محيطها الحيوي. هذا الأمر الذي يعطي لعمل هذه الرئة الرائعة بعداً ثالثاً فيزيائياً وحيوياً، ويجعل ملايين السكان يتجهون إليها صيفاً وشتاءً لاستنشاق الهواء النقي البارد العليل. أثبتت الأبحاث العلمية بأن غابات أشجار السرو في هكتار واحد تقوم بترسيب حوالي 30 طنا في السنة من الغبار، أما غابات الصنوبر فإنها ترسب 50 طنا في الهكتار الواحد سنويا، مما جعل الحدائق بحق إحدى الوسائل الناجحة لإعادة توازن كربون الأرض. سخر الله سبحانه وتعالى لظهور الحدائق وسائل متطورة لجذب الحشرات إليها، ولولا هذه الظاهرة لم يتمكن النبات من البقاء والتكاثر. لسنوات مضت عرف العلماء أن الزهور تستخدم الألوان الجذابة والروائح والرحيق لاجتذاب الحشرات من أجل عملية التلقيح. وأثناء دراستهم لبعض الزهور البرية اكتشفوا أن الأزهار تتمايل مع هبوب النسيم من أجل جذب الحشرات. لاحظ العلماء أن الزهور المتمايلة تجذب عدداً أكبر من الحشرات، وبالتالي تنتج بذوراً أكثر مقارنة بالزهور الساكنة. ولم يكن أحد ينتبه إلى أن التمايل قد يكون أيضاً وسيلة للجذب. إن هذا التوازن في عالم النبات، والذي لولاه لما استمرت الحياة على الأرض، هو ما أشار إليه القرآن الكريم قبل 14 قرنا. حدائق القرآن.